بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم إيمان الخراز، معلمة التربية الإسلامية من أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق. درس اليوم يا سادس إن شاء الله بعنوان أقسام السنة النبوية، يعني هيك باعتبار وحدة جديدة إن شاء الله هي وحدة السنة النبوية. والأهداف يلي رح نحققها اليوم إن شاء الله أن نعرف السنة النبوية، ما معنى سنة نبوية، وأن نبين أقسام السنة، هل يا ترى للسنة أقسام؟ ما هي هذه الأقسام؟ وأن نذكر خصائص القرآن وخصائص السنة ونقارن بينهما، كونه في سنة تمام، والسنة يا مس مفسرة كثيرا لما ورد في القرآن مبينة ومفصلة. فالأصل حينما نذكر السنة نذكر أيضا القرآن ونقارن بينهما إن شاء الله. قبل ما نعرف المقصود بالسنة النبوية، الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله سبحانه وتعالى نزل القرآن الكريم أو أنزل القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لنا أمور ديننا. تذكروا لما عرفنا القرآن الكريم قلنا هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد بواسطة مين؟ جبريل عليه السلام، صح ولا لا؟ منقول إلينا بالتواتر. طيب في القرآن الكريم يا مس الله سبحانه وتعالى نزله على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين لنا تمام. ولما أنزل القرآن أيضا أنزل معه السنة. من هذا الباب إن شاء الله قدام شوي رح نقارن بين السنة أو خصائص السنة وخصائص القرآن. ولكن كونه القرآن الكريم نزل بداية فهو أول مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. إذا لو طرحت سؤال أول مصدر من مصادر التشريع الإسلامي هو القرآن الكريم، ودرسنا هذا الحكي قبل. ولكن المصدر الثاني لو طرحت سؤال ما هو المصدر الثاني من مصادر التشريع يا علي؟ أحسنت، السنة النبوية. وقلنا إنه السنة النبوية مش لا تنفصل عن القرآن، لأنه مثلا لو أجيت حكيت لك يا أشرف احكي لي كيف نصلي الظهر من القرآن الكريم، رب العالمين قال وأقم الصلاة، بين لي كيف بدنا نصلي الظهر. أحسنت، ما رح نعرف، لأنه صلاة الظهر تفصيلاتها وين واردة؟ بالسنة. ولذلك لا ينبغي علينا أن نفصل القرآن عن السنة، لأن القرآن الكريم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لنا أمور، ومع القرآن الكريم جاءت السنة حتى تفصل لنا أمور أكثر في القرآن الكريم وتبين لنا أمور ديننا. فالسنة النبوية هي ثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. طبعا هي مبينة ومفسرة لما جاء بالقرآن الكريم. وأعطتكم مثال الصلاة، لو مثلا أنا قلت صلاة العصر، صلاة الظهر، صلاة المغرب، رح نعرف نصليها دون السنة النبوية؟ أبدا، لأنه بالقرآن الكريم واردة نصوص بس بفرض الصلاة، إنه الصلاة فرض علينا وإنه هي فرضت علينا الصلاة. بالتالي كيف بدي أصلي، كيفية الصلاة سنأخذها من وين؟ من السنة. فخلينا نشوف ما المقصود بالسنة وما هي أقسامها وخصائصها. خلينا بداية نعرف السنة النبوية، نعرف ما المقصود بالسنة النبوية. يا خليل عرف لي السنة النبوية. أحسنت، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو تقرير. إذن السنة النبوية هي أفعال النبي، أقوال النبي، صفات النبي، تقريرات النبي. ورح نعرف شو يعني تقرير تمام. إذن السنة النبوية هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو تقرير. عرفنا السنة النبوية وقلنا هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو تقرير. مين يستنتج لي أقسام السنة النبوية من التعريف يا مرح؟ أحسنتي، أول قسم أن تكون السنة قولية، ثانيا يا حسام فعلية، أحسنت، ثالثا يا أحمد تقريرية، وأخيرا يا أمين
صفة خلقية، برافو عليكم. إذن أقسام السنة النبوية إما أن تكون قول أو أن تكون فعل أو صفة خلقية أو تقرير أو تقريرية. واضح يا مس؟ هذه هي أقسام السنة النبوية، وإن شاء الله رح نيجي على كل قسم ونعطي عليه أمثلة ونعرفه. واضحة أقسام السنة النبوية؟ تمام. نبدأ بأول قسم، السنة القولية، وهي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قول النبي: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، مثلا هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. خليني أعطي كمان مثال لحتى تتوضح الصورة بطريقة أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الكلام بيعلمنا أنه نقرأ إحنا القرآن الكريم، لأنه أجر قراءة القرآن الكريم عظيمة جدا. يعني ألف لام ميم ليست فقط حسنة بحسنة بحسنة، أبدا، الحسنة بعشر أمثالها، ورب العالمين يضاعف لنا أضعاف كثيرة. وإحنا حكينا بدروس ماضية عن فضل قراءة القرآن، وأنه هي علامة من علامات محبتنا لله ومحبة الله لنا. أحسنتم. إذن فالسنة القولية هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. مثال على ذلك قول النبي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. واضحة يا مس ما المقصود بالسنة القولية؟ افهموها فهم. لو بحكي لكم أعطيني مثال على السنة القولية، هي هي اللي بين إيدينا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، يعني أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الصحابة الكرام وبيعلمنا الخير، سواء بقراءة القرآن أو بحلاوة الإيمان. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها أقوال، ولكن رح نيجي على قسم جديد هو السنة الفعلية، يلي من خلال الأقوال إحنا بنتعلم أفعال النبي. لحتى تتوضح الصورة أكثر خلينا ننتقل للسنة الفعلية. قبل ما أنتقل، واضحة السنة القولية؟ مثال على السنة القولية: من قرأ حرفا من كتاب الله، أو أي حديث أنت حافظه عبارة عن سنة قولية، يعني هو أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث شو علمنا النبي يا إسراء؟ أحسنتي، أن نقرأ القرآن الكريم لأن له أجر عظيم. واضحة السنة القولية؟ تمام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا، مش بس بأقواله أيضا بأفعاله. في عنا السنة الفعلية، إذا أول قسم حكينا السنة القولية هي أقوال النبي، تمام. ثانيا السنة الفعلية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا كان بيقول: تبسمك بوجه أخيك صدقة، كان أكثر الناس تبسم. سيدنا محمد كان بيقول: والكلمة الطيبة صدقة، وكان من أكثر الناس الذين يتكلمون بالكلام الطيب. وكان بيقول سيدنا محمد إنه إحنا علينا أن نقتدي وأن نتخلق بأخلاق القرآن، وكان أكثر الناس تخلقا بأخلاق القرآن. يعني سيدنا محمد ما علمنا فقط بأقواله، أيضا بأفعاله، فكان يؤدي العبادات أمام الصحابة حتى يعلمهم أمور دينهم. إذا لماذا كان يؤدي النبي عليه الصلاة والسلام العبادات أمام أصحابه؟ ما هو كان بيحكي لهم صلوا، وكان بيحكي لهم اقرأوا القرآن، بس يكتفي بالقول؟ أبدا. أحسنتم، عليه أن يفعل وأن يطبق السنة حتى إحنا نقتدي في النبي عليه الصلاة والسلام. أعطيكم مثال، مثل ما ذكرت الصلاة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيأدي الصلاة وكان بيقول للصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني لو حكى لنا الصلاة تكون أول إشي بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، قراءة ما تيسر من القرآن، بعدين التكبير، بعدين الركوع، بعدين السجود، رح نستوعب هذا الحكي
قديش النسبية اللي رح نستوعب فيها الحكي؟ 50%. 50% ثانية مس لازم تكون تطبيق، وكذلك العمرة، وكذلك مناسك الحج، وكذلك الزكاة والصيام. إذا ما طبقنا فعليا ما رح نعرف كيف الصلاة، ما رح نعرف كيف الصيام. ولذلك سيدنا محمد كان أول من طبق السنة النبوية، لأنه حكينا السنة مفصلة ومبينة لما في القرآن. الصيام كان سيدنا محمد يصوم ويحكي للصحابة هي كيفية الصيام. واضح يا مس؟ مثال آخر، مناسك الحج أمامهم. لو حكينا مناسك الحج ضلينا ندرس فيها ندرس فيها، هل رح نستوعبها مثل ما رح نطبقها؟ استيعابنا إلها رح يكون تمام، ولكن لحتى يكون مناسك الحج أو لحتى تكون مناسك الحج مطبقة سليمة لازم نشوف قدوتنا كيف كان بيعملها. ولذلك نقلت عنا بواسطة الصحابة وبعد الصحابة التابعين. سيدنا محمد شو كان بيقول؟ لتأخذوا عني مناسككم. يعني سيدنا محمد طبق الحج وطبق العمرة وطبق الصلاة، فعل أفعاله يعني، ونقلها عنه الصحابة ثم التابعين ثم يلي جاء بعدهم إلى أن وصلتنا ونحن نصلي الحمد لله الصلاة الصحيحة. واضحة يا مس؟ هذه هي السنة الفعلية. إذا خلصنا أول قسم وهو السنة القولية، وقلنا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، أي قول ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني قسم السنة الفعلية، تمام، يلي بتبين لنا من أثناء حديث النبي أنه طبق. يعني سيدنا محمد شو قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. هل صلى النبي أمام الصحابة؟ صلى، لأنه شو بيقول؟ كما رأيتموني أصلي. واضحة يا مس؟ هذه هي السنة الفعلية. إذن حكينا عن أقسام السنة القولية والفعلية. نيجي للقسم الثالث وهو السنة التقريرية. حكينا السنة كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. وما معنى تقرير؟ أقر عليه فلان، أي وافقه عليه. أنا أقررتك على حل الواجب يعني وافقت، يعني أنت ما أخطأت، تمام. وإن شاء الله رح نعطي مثال على السنة التقريرية لحتى تكون واضحة. بس بالبداية الصحابة يا مس ما كانوا دائما ملازمين للنبي، كمان هم عندهم أشغالهم وعندهم تجارتهم، فكانت تصدر منهم أحيانا أعمال. فهذه الأعمال اللي كانت بتصدر منهم من أمانتهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، مباشرة كانوا بيروحوا للنبي وبيقولوا له يا رسول الله حدث كذا وكذا. فسيدنا محمد لو كان فعلهم صحيح كان بيحكي لهم قد أصبت، أو فعلك صحيح، كان بيقروا عليهم. عرفتوا شو يعني إقرار؟ يعني وافقت على فعلك. وإذا كان فعلهم خطأ ما يقرهم عليهم، ما بيقرهم عليه، يعني فعلك خطأ، تمام. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيقوموا ببعض الأعمال، بيجوا على النبي عليه الصلاة والسلام وبيخبروه فيها. فإذا كانت أفعالهم صحيحة أقرهم عليها، يعني وافقهم على ما قاموا به، يعني فعلك صحيح. أما إذا كانت أفعالهم خاطئة أو غير صحيحة ما كان يقرهم عليها، يعني كان بيحكي لهم لا فعلك خاطئ. واضح؟ هذه هي السنة التقريرية. ولحتى توضح الصورة أكثر شو يعني سنة تقريرية، خلينا نشوف هاي القصة يلي معنا. مثال على السنة التقريرية لحتى تكون واضحة، عنا قصة الملدوغ. الملدوغ يلي لدغته أفعى أو قرصته أفعى. والقصة بتحكي لنا أنه بعض الصحابة نزلوا على أرض فيها رجل ملدوغ، رجل كانت قرصته أفعى. فجاء أحد من الصحابة وقرأ عليه سورة الفاتحة فبرأ، يعني شوفي الله سبحانه وتعالى شفاه، تمام. فلما عادوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى معهم، أنه كان في رجل ملدوغ يا رسول الله، وإحنا قرأنا عليه سورة الفاتحة فرب العالمين شفاه. فسيدنا محمد سألوا وما يدريك أنها رقية، يعني كيف عرفت أن سورة الفاتحة رقية؟ كانوا يا مس زمان من شدة محبتهم لله ومن شدة محبتهم لرسول الله دائما القرآن دائما في كلامهم، دائما كانوا بيقرأوا القرآن، دائما أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في بالهم، تمام. فهذا الصحابي بفطنته وذكائه قرر أنه يقرأ سورة الفاتحة لعل الله سبحانه وتعالى يشفيه، فشافى. فسيدنا محمد بعد ذلك شو قالهم؟ قد أصبتم، يعني الفعل يلي فعلتوه قراءتكم لسورة الفاتحة لأنها رقية. هو قرأ القرآن ما كان بيعرف إنها رقية، قرأ القرآن لأنه كلام رب العالمين.
فلما عادوا إلى المدينة وأخبروا النبي، قال لهم النبي أنها رقية وأنهم قد أصابوا، يعني فعلهم يلي فعلوه صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، أحسنتم. إذا الفعل يلي فعلوه الصحابة كان فعل صحيح، وهنا معنى التقرير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم وافقهم على الفعل يلي فعلوه. عرفتوا شو يعني سنة تقريرية؟ تمام. ننتقل لآخر قسم من أقسام السنة النبوية. قلنا السنة النبوية كل ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو صفة أو تقرير. أخذنا من أقسام السنة النبوية شو؟ القولية، السنة القولية، والسنة الفعلية يعني أفعال النبي، تطبيق النبي للسنة، والتقريرية يعني موافقة النبي على أفعال الصحابة، وأخيرا رح نحكي عن الصفة الخلقية. السنة فيها صفة خلقية، وخلقية مش خلقية، خلقية يعني الوجه الشكل، تمام يا مس؟ الخلقية بفتح الخاء، تمام، هي الشكل، الشكل يلي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليه. أما الخلقية فهي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قد تخلق بأجمل الأخلاق. تخيلوا قبل البعثة، قبل ما يكون نبي عليه الصلاة والسلام، كان معروف بأنه صادق وأمين، كانوا دائما يقولوا الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، تمام. فدائما كان معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة بأخلاقه الجميلة، فما بالكم بعد البعثة، يعني بعد النبوة. حتى ستنا عائشة لما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أخلاق النبي، كانت بتقول كان خلق القرآن، كان بيتخلق بأخلاق القرآن. فالصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ليش؟ لحتى نقتدي فيه عليه الصلاة والسلام. وإذا بتتذكروا حكينا عن علامات محبة الله ومحبة الرسول، أن نقتدي بأخلاق النبي، وأن نقتدي بهدي النبي، يعني بسنة النبي، بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا ناخذ مثال عشان تتوضح الصورة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، يعني كان كريم جدا بالخير، بأقواله بأفعاله، بأي أمر كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جواد أي كريم. واضح يا مس؟ هذه صفة خلقية نقلوها لنا الصحابة رضوان الله عليهم. مثال آخر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، يعني بينقل لنا من صفات النبي أنه كان شجاع وكان مقدام في المعارك والغزوات اللي كان بيغزوها، كان أحسن الناس. وفي أحاديث أخرى أكثر الناس تبسم، أكثر الناس رقة، أكثر الناس لطف في الكلام. واضح يا مس؟ هذه هي الصفة الخلقية، يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من سنة النبي، غير القول، غير كلامه يعني، غير أفعاله، غير التقرير يلي كان بيقره على الصحابة، صفاته الخلقية يلي تحلى بها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا نحن أن نقتدي ونتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصفة الخلقية قسم من أقسام السنة، يعني إحنا ما بدنا نطبق بس أقوال النبي وأفعال النبي، كمان علينا أن نتخلق بأخلاق النبي وأن نتحلى بصفاته. طيب ننتقل لموضوع جديد. أنهينا القسم الأول من الدرس اللي هو ما معنى السنة النبوية وما هي أقسامها وأعطينا أمثلة عليها. نيجي لخصائص القرآن الكريم والسنة النبوية. حكينا كون ذكرنا القرآن أو السنة يجب أن نذكرهم مع بعض. ليه؟ لأن القرآن الكريم نزل حتى يبين لنا أمور ديننا، والسنة أيضا الله سبحانه وتعالى أوحى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حتى يعلمنا أمور ديننا. عملت جدول بسيط قارنت فيه ما بين القرآن الكريم والسنة النبوية لحتى تكون الصورة واضحة. أولا من ناحية اللفظ والمعنى، خلينا نشوف خصائص القرآن الكريم وخصائص السنة النبوية يا سارة. أولا من ناحية اللفظ والمعنى، أحسنتي،
القرآن الكريم لفظه ومعناه وحي من الله سبحانه وتعالى. تتذكروا لما عرفنا القرآن الكريم شو قلنا؟ كلام الله المنزل على سيدنا محمد بواسطة الوحي جبريل المتعبد بتلاوته. إذن هو كلام الله بالوحي، وحي من الله سبحانه وتعالى باللفظ والمعنى. يعني قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كلام مين؟ كلام رب العالمين بلفظه وبمعناه من الله سبحانه وتعالى. أما السنة النبوية يا أمل، أحسنتي، اللفظ من النبي والمعنى وحي من الله. يعني مين يلي أوحى لسيدنا محمد أن يخبرنا بأجر القرآن الكريم وأن يخبرنا عن الصلاة وأن يخبرنا عن مناسك الحج؟ مين يلي أوحى للنبي؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن من ناحية لفظ ألفاظ مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واضحة يا مس؟ فاللفظ من النبي والمعنى وحي من الله. دليل على ذلك قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني سيدنا محمد ما بيحكي من مزاجه أبدا، هو وحي من الله سبحانه وتعالى، الله أوحى له بأن يخبرنا فأخبرنا. واضح يا مس؟ هذه أول خاصية من ناحية اللفظ والمعنى، واضح؟ طيب نيجي للخاصية الثانية، التعبد بقراءتها. لما عرفنا القرآن الكريم شو قلنا يا حلم؟ أحسنتي، متعبد بتلاوته. فمن خصائص القرآن الكريم أنه عبادة يثاب عليها المسلم، ولذلك أخذنا حديث النبي من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واضح يا مس؟ فالقرآن الكريم يا مس عبادة يثاب عليها المسلم، ولا تصح الصلاة بدونه. يعني ما بيصير إحنا نقرأ بالصلاة من أحاديث النبي أبدا. من لما منصلي إحنا، من بداية ما بلشنا نصلي صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، شو بنقرأ فيها؟ سورة الفاتحة، يعني آيات من القرآن الكريم. برافو عليكم. فالقرآن الكريم عبادي يثاب عليها المسلم. أما السنة النبوية لا يتعبد بتلاوتها. يعني أصلا لو قرأنا أحاديث النبي بالصلاة فصلاتنا خاطئة، حتى لو حديث النبي، حتى لو حديث النبي، لأنه بالصلاة فقط قراءة قرآن علينا فقط. واضح يا مس؟ أما السنة متى نؤجر عليها؟ متى نثاب عليها يا محمد؟ أحسنت، لما نفهمها ونطبقها ونتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو نتمسك بسنة النبي. إذا لا يتعبد بتلاوتها والصلاة لا تصح بها، متى يتعبد فيها؟ لما نفهمها ونعمل فيها. لما نعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، نروح نتبسم. لما نعرف أنه إماطة الأذى عن الطريق صدقة، نشيل الأذى عن الطريق ابتغاء مرضات الله وتطبيقا لسنة رسول الله. واضح يا مس؟ هنا التعبد فيها واضح. كقراءة من المتعبد في القرآن الكريم؟ متعبد بقراءته بتلاوته. أما السنة غير متعبد بتلاوتها، لما نطبقها ونعمل فيها ناخذ أجرها. واضح يا مس؟ ثالث خاصية والأخيرة التواتر. تذكروا برضو لما كنا منعرف بالقرآن حكينا ما معنى تواتر لما أعطتكم مثال عن الأقلام؟ أحسنتم، نقله جمع عن جمع. إن شاء الله رح نرجع نعيد تعريفه. القرآن الكريم يا مس منقول إلينا بالتواتر. أما السنة النبوية منها ما هو متواتر ومنها ما هو غير متواتر. واضح. هذه هي خصائص القرآن الكريم وخصائص السنة. يعني لو جبت لكم سؤال ميز بين القرآن الكريم والسنة النبوية من حيث اللفظ والمعنى، التعبد بقراءته والتواتر، بتعرفوا تجاوبوا؟ أحسنتم، برافو عليكم. هذه هي خصائص القرآن والسنة. التواتر، وما معنى التواتر؟ قلنا من خصائص القرآن الكريم أنه منقول إلينا بالتواتر. أما السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو غير متواتر. وما معنى متواتر يا ملك؟ أحسنتي، ما نقله جمع كثير من الصحابة الكرام ثم نقله جمع عن جمع لا يمكن اتفاقهم على الكذب حتى وصل إلينا. وطبقت لكم
إذا بتتذكروا بالقلمين، لما حكيت لكم هدول القلمين لو أنا أعطيتهم لأيهم مثلاً وقلت له يا أيهم وصل لي إياهم لرقية، تمام؟ بنفس الطريقة وبنفس الألوان اللي أنا أعطيتك إياهم، لو أخذ منهم واحد أو بدل واحد مكان آخر بيكون في أمانة ولا ما في؟ بالضبط، تماماً. وكذلك الأمر يا مس مع القرآن الكريم، وهو أعلى وأجل شأن نقله الصحابة. ولما حكينا عن حفظ القرآن الكريم كم واجه الصحابة من صعوبات، وكم مات منهم من حفظة كتاب الله، وكم كان حرصهم على حفظ القرآن الكريم في الصدور وكتابة في السطور، مستحيل يكذبوا يا مس في القرآن الكريم. فما نقله جمع كثير من الصحابة مستحيل يكذبوا، ثم نقله جمع عن جمع، يعني مجموعة من الصحابة عن مجموعة عن مجموعة، مستحيل يكذبوا إلى أن وصل إلينا. فالقرآن الكريم وصل إلينا دون تحريف، لأنه رب العالمين حفظه، تمام؟ ثانيا لأن الصحابة كانوا حريصين جدا على نقله لنا دون أي تحريف وبكامل الأمانة. واضح ما معنى تواتر؟ ما نقله جماعة من الصحابة عن جماعة عن جماعة، مستحيل يتفقوا على الكذب. واضح يا مس؟ هذا معنى التواتر، يعني تواتروا على نقل القرآن الكريم بصدق وبأمانة. واضح يا مس؟ تمام. انتهى درسنا لهذا اليوم، بتمنى تكونوا استفدوا، كونوا بالقرب مع درس جديد. كانت معكم إيمان الخراز، معلمة التربية الإسلامية من أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق.